السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا ابراهيم؟ وان النهاردة هناخد كده حاجة صغيرة وبسيطة على قدكم. درس النهاردة اسمه ايه؟ تعالى كده معايا، كيف تضع سؤالا. ايه مس ايه مس الدرس الصعب دوت؟ استنى بس بالراحة كده لغاية ما نعرف مع بعض ايه كيف تضع سؤال. اول لما بتدخل البيت كده وتسأل ماما، تقول لها ماما انت عامله لنا اكل ايه؟ على طول اول ما بندخل بنسألها السؤال دوت، صح؟ طيب مش دوت كده اسمه سؤال؟ اه يا ميس اسمه سؤال. يبقى انت عملت اهو سؤال لماما. يبقى انا النهارده هعرف ازاي احط سؤال على اي جمله. ايه جمله دي يا ميس؟ انا عرفت ان الجمله عباره عن ايه لما خدناها في الأغنية، تيري تيري يا عصفورة أنا لسه في سنة أولى، حط كلمة جنب كلمة في ثواني تكمل الجملة. يبقى أنا عرفت إن الجملة عبارة عن كلام جنب بعض، كلمة مع كلمة ادتنا جملة. فإحنا هنعرف النهاردة إزاي نحط سؤال. طيب ازاي يا مس احط سؤال؟ عندي كده حاجه اسمها ادوات. الادوات ديت احنا هنلعب بيها النهارده. زي ايه؟ زي القلم بتاعك، مش ده ادوات المدرسه بتاعتك؟ طيب ايه ادوات الاستفهام؟ ادوات الاستفهام، ادوات الاستفهام عندي 9 اخوات، 4 ميم، من ومتى وما وماذا، وعندي 2 اخوات، كيف وكم، كيف وكم، والباقي مختلفين، اين وهل ولماذا، اين وهل ولماذا. كل ده يمس؟ لا مش كل ده يمس. احنا هناخد بس النهارده كم اداه؟ 4 ادوات. ايه هما؟ من وما، اهو نفتكرهم ازاي؟ لان ده بيبتدي بحرف الميم وده بيبتدي بحرف ايه؟ الميم. يبقى من وما، وتاني ادتين اين وهل. اين وايه؟ اين وهل. من وما، من وما، اين وهل، اين وهل. طيب تعالوا كده ناخد واحده واحده ونشوف هتعمل ايه. من، بص انا هرسم كده ايه، هرسم مثلا صوره ولد جميل، ولد حلو اهو. الولد دوت ليه مخ ولا ملوش؟ ليه يا مس. يعني ايه مخ؟ يعني بيعرف يفكر، يعني مخه ده شغال. اه يا مس. يعني عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل يا مس. يبقى انا من بتسأل عندي على العاقل، من بتسأل عن ايه؟ العاقل. زي انا لو عملت كده، بص معايا الباب بيخبط، اول لما الباب بيخبط بعمل ايه؟ بجري عليه واقول ايه؟ من، من على الباب، مين الطارق، مين اللي بيخبط، مين اللي بيخبط دوت، عاقل ولا غير عاقل؟ يعني مثلا ينفع البطة تخبط؟ لا. ينفع مثلا قطة؟ لا. ينفع كلب؟ لا. امال مين؟ العاقل دوت بيفكر. يبقى العاقل دوت ايه؟ انسان، انسان بيفكر. يبقى من للعاقل. طب ما يمس، ما عكسها، عكسها على طول، من مال ايه؟ لغير العاقل. لو انا مثلا رسمت لك كده ايه صورة القلم دوت، القلم ده عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل يا مس. ليه غير عاقل؟ هو القلم بيفكر؟ لا. القلم بيخبط؟ لا. طيب ما يا مس، ما يا مس، يبقى انا عرفت انها تدخل ايه؟ لغير العاقل. طب اي غير عاقل؟ لا. انا عرفت عندي في اقسام الكلمه حاجه اسمها الاسم، يبقى ما بتدخل على الكلمه الاسم. ينفع تدخل على الفعل؟ لا ما ينفعش. يبقى هنعرف في أداة تانية كده اختها بتدخل على الفاعل. أنا بس عايز أعرف دلوقتي إن ما بتسأل لغير العاقل والاسم. يبقى من للعاقل، من للعاقل، ما لغير العاقل، من للعاقل، ما لغير العاقل. طب أين؟ بص كده معايا، بص أنا هرسم لك كده رسمة وأنت هتعرف لوحدك أين بتسأل عن إيه. أين بتسأل عن إيه؟ ها ده رسمة إيه؟ بيت. البيت دوت إيه يا ولاد؟ مثلا عاقل اللي احنا قلنا عليه صورة ولد؟ لا. طيب ممكن مش غير عاقل عشان زي القلم، صح، برافو. بس البيت برضو بيدل على ايه؟ لما اجي مثلا واحد يقول لك انت ساكن فين، هتقول له ايه؟ اين تسكن. يبقى اين بتسأل عن المكان، اين بتسأل عن المكان. من للعاقل، ما لغير العاقل، اين للمكان. طب كده فاضل لنا مين؟ هل، هل ايه؟ هل اجابتها بنعم ولا.
هل إجابتها بنعم ولا؟ من للعاقل؟ مال غير العاقل؟ أين للمكار؟ هل إجابتها بنعم؟ تعمل كده نعم أو لا؟ يبقى هل إجابتها بنعم ولا؟ طيب يبقى أنا كده عرفت الأربع أدوات. تعالوا كده يمس نعرف مع بعض كده حاجة حاجة. هنا بيقول لك اقرأ واختر الإجابة الصحيحة. ما هذا؟ بصوا كده معايا، هو بيشاور على القلم وعايز يحط له سؤال. القلم دوت، ها انا قلت القلم ده عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. الغير العاقل انا قلت بسأل عليها بايه؟ ما. وكلمه هذا دي اسم، نفتكر كده مع بعض انها اسم اشاره، عشان كده عرفت ان ما بتدخل مع الاسم. ما هذا؟ وبيسأل على الصوره دي، يقول ايه ده ايه الحاجه دي؟ فراح رد قال له قلم. طيب لو انا بصيت على صوره الولد ده، الولد ده ها عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. ها الولد عاقل، انا اسفه عاقل. العاقل انا قلت بسال عليه من للعاقل؟ من للعاقل؟ ما غير العاقل؟ من للعاقل؟ ما غير العاقل؟ يبقى دوت عرفنا انه عاقل. العاقل بسال عليه بايه؟ من، عشان كده جاب لي الاداه من. من هذا؟ ولد. عرفت انه ولد، صوره ولد، عشان كده اخذت من لصوره العاقل. طيب بص هنا السؤال بيقول لك ايه؟ هل هذا ولد؟ بيشاور كده ويقول ايه ده، هي دي صوره ولد؟ ها يا ولاد دي صوره ولد؟ هتقول لي ايه؟ لا يا ميسي ده مش ولد، ده بنت. يبقى انا قلت ايه في البدايه؟ لا. هل اجابتها بنعم ولا؟ هل اجابتها نعم او لا؟ هل اجابتها نعم او لا؟ عشان كده انا اخترت لا. طيب المكان، بصوا كده المكان، ادي دي صورة حديقة، الحديقة دي مكان. المكان بسأل عليه قلت بإيه؟ المكان بسأل عليه أين؟ أين؟ أين يلعب الولد؟ الولد ده بيلعب فين؟ هتقولي فين؟ في الحديقة. طب أنا اللي جبت أين؟ عشان الحديقة